مساء الخير أعزائي المشاهدين، برنامجكم بيور فيت هو برنامج طبي بيطري شامل. زي ما وعدناكم هكون معاكم أنا آية الجيار ودكتور حاتم بهجات رئيس تحرير مجلة بنها الطبية البيطرية للتعرف على خبايا وأسرار عالم الطب البيطري. هدفنا أننا نفعل دور الطب البيطري على جميع أنحاء العالم. كمان هدفنا استحضار الكرة المنتجة من أجل القضاء على البطالة، من أجل التغذي على بروتين حيواني، من أجل منع غش اللحوم. هكون معاكم أنا آية جيار ودكتور حاتم بكات. مساء الخير يا دكتور. أنا مساء الفل. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. قولي بقى، الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نقل صمام الأبقار للإنسان. في تليفونات كتيرة جات لنا عن الموضوع ده، كلمني بقى إيه الموضوع ده؟ وفعلا الوقت ما سعفناش، وانا لما اتكلمت في موضوع الزرافه وكده، يعني انا احب ان يعني ينسب الفضل لاهله. ففعلا واحنا راجعين من جنينه الحيوانات انا وسياده العميد دكتور محمد ابو سالم في الطريق، قال لي ده في واحد صديق قال لي انه بينقله الوريد الوداجي اللي هو الجوجولار فين، وريد وداجي ده كده، وربنا قال عنه في القران ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هو ده حبل الوريد اللي في العنق ده، اهو بينقلوا منه عقله، العقله دي فيها صمام ثلاثي، بينقلوها لقلب الايه؟ لقلب الانسان، وبالذات قلب الاطفال اللي عندهم عيوب خلقيه، لان كان قبل كده بيركبوا رابر بلاستيك، فالرابر البلاستيك ده ما بينموش، فكل 3 سنين يفتح جراحه قلب مفتوح ويركب ايه عقله ايه اوسع شويه علشان قلب الطفل كبر والعقله ثابته. انما لما ناخد ده من الابقار، بناخد عقله طولها 10 سم في منتصفها تراي كاسبت فالف او صمام ثلاثي الشرفات، بناخد. طب واحد يقول قال طب ما هتترفض، لان اذا كان ممكن من واحد لواحد تترفض، لا، دي معالجه بكيماويات معينه وسيرز وسلسله من المواد الكيميائيه اللي بتخليها لا تكتشف بالجهاز المناعي للمستقبل، للانسان المستقبل، انها غريبه. يعني كما لو كان لبست قناع ادمي بسيرز من التفاعلات، حاجه اسمها دي سيلولاريزيشن، بتشيل خواص السيل ممبرين اللي هو غشاء الخليه اللي فيه الريسبتورز اللي هي بيتعرف عليها الجهاز المناعي للمستقبل. فبالتالي واتحفظت في تيشو كالشر، تيشو كالشر يعني مزرعه نسيجيه، يعني هي حيه حيه، يبقى دي هتتاخد هتتزرع في قلب الطفل اللي عنده حاجه اسمها اللي هو استينوزس في البلمونري فالف او ضيق في صمام الشريان الرئوي، ماشي، تقوم ايه تنمو معاه. طب ده تجرب بره مصر؟ اقول لك حاجه، اتجرب بره مصر. والموضوع ده مش جديد، يعني الموضوع ده من سنه، اول مره اتعمل كان سنه 1977، لكن ما اتعملش في مصر هنا عندنا، ما لم ينتج في مصر، واصلا كان في الدستور اللي فات كان نقل الاعضاء كان محرم. الدكاتره كان يروح يحضر مؤتمر بره، يوم يجيب العقله دي في الانبوبه بتاعتها في جيبه وراجع من المؤتمر. كان ثمنها كام؟ كان ثمنها، يعني انا عارف ثمنها من حوالي 4 سنين كده، كان ثمنها 3000 يورو او 5000 دولار. 3000 يورو يعني يخش في 45000 جنيه، وجايبها بقى كده ايه يعني ايه مش مسموح بيها. في الدستور الجديد تم السماح بنقل الاعضاء. حضرتك عامل بحث علمي عن الموضوع ده؟ انا عامل وحده اسمها تيشو بانكينج فور زينو ترانسبلانتيشن. يعني ايه تيشو بانكينج؟ بانكينج تخزين الانسجه لغرض الزرع في فصائل مختلفه. يعني انا كبيطري باخد من فصائل مختلفه، اخد من كلب ازرع في معزه، اخد من معزه ازرع في غنم او في غيره، ماشي، او احس باختلاف انا بين اشوف الاختلاف. لما انجح في الزرع ده اهو، ده تمهيد للايه؟ للنقل من الحيوان للانسان، لان في ناس كتير. طب انا يعني حضرتك اديني مثال، حضرتك نقلت حاجه لحيوان من حيوان لحيوان، وقولي لما نقلت ايه اللي حصل، هل في اختلاف للحيوان؟ شوفي انا اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي في مرحله ايه الابحاث، يعني احنا خدنا مشروعين في الكليه عندنا بعد ما انشانا الوحده ده، هي احنا عملنا حاجه جميله جدا، كانت الابحاث دي ما فيش واحد يقدر يفهمها،
ماشي. احنا لما شكلنا الوحده دي سنه 2014 2014 في شهر فبراير 2014 بالتحديد، ضميت فيها 16 عضو هيئه تدريس كل التخصصات، يعني جبت بتاع المناعه وبتاع البكتيريا وبتاع الفيروسات وبتاع الجراحه وبتاع التشريح وبتاع الانسجه وبتاع الوراثه. فلما نيجي نقرا البحث كنا زي ما اقول كده يعني بالبلدي بنفليه، كل واحد بيقول ايه بيدلو بدلو في تخصصه، ما بقاش غموض. انا كنت اكلم الاساتذه في كليه طب عين شمس وفي كليه طب بنها وفي كليه طب القصر العيني يقول لي هو ده بجد يا دكتور اللي احنا عملنا ربنا وفقنا في الوحده دي. كنا عندنا 20 اجتماع، اجتماع يوم الاحد الاول والثالث من كل شهر بعد صلاه الظهر مباشره في قاعه مجلس الكليه، ما بنقولش بقى كل يوم مواعيد، لا كل الناس ملتزمه وكل واحد يدلو بدلو في تخصصه. ففهمنا الدنيا ماشيه ازاي، وعملنا اتفاقيه مع كليه طب عين شمس الدكتور خالد سمير، وطلب مني ان انا اورد له كده، لان كان في 7 حالات كل شهر في الدمرداش عندهم عيوب خلقيه الاطفال وبيعوزوا الصمام ده. انت عارف يا دكتور لما اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت جالنا استفسارات قد كده عن الموضوع ده، كله مستغرب كلمه غريبه عن الودان، يعني ايه انقل صمام بكر لقلب انسان؟ الموضوع مش جديد، ده اللي انا كنت عامله بقى، يعني اللي انا بلاننج ليه ان انا ايه، طب الابقار دي علشان الابحاث دي معموله بره، طب الجاموس إيه الاخبار؟ احسن ولا اوحش؟ طب الجمال عشان ربنا قال في القران افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ اكيد في اسرار في الابل. ماشي، طب اقول لك على حاجه، لقيت اسرار في الابل؟ زي ما بقول لك كده انا عندي رسالتين ماجستير انا مشرف عليهم في نقل الاعضاء بين فصائل مختلفه، ومشروعين فزنا بيهم في جامعه بنها، اسسنا الوحده وجبنا الكيماويات وجبنا الاجهزه وكده، وعندي في واحد منهم مسافر في اليابان وهيرجع تاني. انا في 2010 كنت مسافر على منحه بس ما حصلش نصيب بصراحه. وبرضه ولان في حاجه اسمها زيرو ترانسبلانتيشن، نقل الاعضاء بين فصائل مختلفه دي، وكان في سويسرا والاستاذ كان وعدني دخلني دبليو اتش او منظمه الصحه العالميه ويدخلني في هيئه تحرير المجله وكده. فعلم عظيم قوي، لان في ناس كتير بتموت، ناس بتموت على مائده الانتظار نظرا لعدم وجود سيوتابل دونر معطي مناسب. طب انا لما يكون في تكنيك كده وبكرره وبحسنه، ما حضرتك قلت لي في القاهره هنا في مصر ما فيش الكلام ده، ما ينفعش، ممنوع. لا كان ممنوع، كان ممنوع، وبالتالي كانوا الدكاتره. انا عايزه اعرف بس مش عارفه حضرتك يعني عندك خلفيه في الموضوع ده ولا لا، هل هو حرام ولا مش حرام؟ حرمانيه ده ايه؟ لا مش حرام، ده ربنا قال فمن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الاول لما كان في جدل اللي هو يقول لك ايه، تتبرع بجسمك والجسم مش ملكك، كان بيقول كده. ده حصل. ده كده، وكان الاكثر حرمانيه اللي هو كان بيشتريها بالمال. أكيد. فحتى كان لما حد يجي يتبرع بكليته بيقول انه متبرع، انما هو بيبقى بايعها. شفتوا انتوا الافلام كتير بقى سرقوا كليتي وحاجات بقى الليجل، واللي احنا لازم ضميرنا يصحى ونراقب ربنا سبحانه وتعالى. والقرنيه اللي بتتسرق من الناس بعد ما تموت. في 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 نماذج سيئه مش كتيرة، ما هي الظاهرة لازم نقاومها ولازم نتقي الله عز وجل. عز وجل. حضرتك بقى ايه وعد الحر ادينا عليه، وعدتني الحلقة اللي فاتت. السلمانية يا عم شفا انت ما بتنسيش؟ لا ما بنساش. يا حول الله يا رب. وعدتني الحلقة اللي فاتت هتوريني البقرة الملونة، المخرج بتاعنا اديته الصور مجهزها لنا. انا اديته الصور واديته الفيديو. طب عايزين نشوف البقرة الملونة بعد اذن المخرج. قدامنا ايه؟ فهمني ايه يا دكتور بقى، ايه البقره الملونه دي؟ شوفي انا اقول لك البقره دي اسمها عزيزه، كانت مزرعه الكليه، هي دي المزرعه هي. وشوفي بقى التعاون بين الدكاتره والطلبه، يعني اللي اتعمل قبل كده في اوروبا وامريكا كان اللي عامله ارتست مش ساينتست. هو حضرتك بتشرح لهم كده على البقره يعني ده عشان نسهل للطلبه الشرح؟ يا فندم انا شوفي كده اللي باللون الاحمر ده كده، ده الكبد الليفر الكبد، واللي تحته الاخضر دي الاوميزا، احد غرف المعده المركبه. الطلبه بقى هي اللي بتعمل ده ولا مين؟ بصي انا بعمل حاجه دلوقتي، انا بعمل حاجه للدقه، انا بحدد الاماكن، يعني انا بحدد الضلع، انا بتكه كده بصي ده الضلع ال 13 اهو بحدده له، هو بيلونه، والضلع ال 12 وكده، والفقرات القطنيه وكلام من ده، وعارف دي بيمتد من السادس لل 11، يعني الورقيه الغرفه الثالثه في معده الابقار بتمتد من الضلع السادس للضلع ال 11، فعامل لي قصد الضلع السادس للضلع ال 11.
يعني هيقول لك لو عايز تسمعها بالسماعه مثلا او تعملها بالسونار، حط السونار، حط البروب بتاع السونار هنا، حط الجيل هنا وصور دي. ماشي، انا كده بقول لك كانك ايه، كاني فاتح لك البطن ودي قدامك. فمان انت وده اتعمل مع البقره بس يا دكتور ولا مع كذا حيوان عشان نسهل للطالب الشرح؟ لا اتعمل قبل كده مع كذا حيوان، بس احنا لاحظنا ان الحاجات اللي معموله في امريكا عامل لها ارتست بس، رسام بس، انما هنا في التعاون والكولابريتيف ليرنينج او التعليم التعاوني بين الاستاذ وبين الطالب، او بين الاستاذ وبين الفنان، فبقى علمي صحيح وفني جميل. اكيد اكيد. انا ما اقدرش اخلط الالوان زي النويشي اكيد، واطلع من ثلاث اربع الوان اطلع ست سبع الوان. ماشي، فمحمد النويشي عنده الموهبه دي، فاحنا تفاعلنا مع بعض وانا علميا حددت له الحاجات صح، وهو بدا يلون بقى والطلبه مبسوطين. يعني انا واقفين في المزرعه، في المزرعه التعليميه للكليه عندنا، في طلبه في السكاشن فوق عاملين بيشاوروا لنا ومبسوطين. ماشي، وقعدنا ست ساعات والطلبه مش عاوزين يمشوا، وانا استغليت الفرصه وعملت فيديو شرحت فيه للطلبه وسجلوه. فهماني؟ يعني انا مثلا الناس اللي بتكلم بتجيب صوره البتاع لوحدها، ده انت فين؟ ما انت مش معاها. انا مصور سيلفي مع البقر وليا الفخر، ده انتاجي، ايديا فيها بصمات بالالوان. اخر النهار العمال مشيوا والموظفين، انت عارفه انا شطيه قطن كده دي اللي بشاور بيها، ما فيهاش بوينتر ولا حاجه، هتشوفوها في الفيديو يعني حاجه ما تتكررش. تمام. فبقى يقولوا لي كاوبوي، وماله كاوبوي كاوبوي. هدفنا في برنامج بيور فيت ان احنا نخرج الابحاث العلميه دي للنور من رسائل الدكتوراه والماجستير. اكيد الدكتور محضر لنا النهارده حاجه تفيد المشاهدين، ولكن بعد الفاصل استنونا. سيرفيس اناتومي، ان هنا محددين ريبس، ده اللفت ريب اللي هو 13 ال 12 11 العاشر التاسع الثامن السابع، ومحددين كمان السومتس بتاع السباينس بروسيسز بتاعت السراسيس فيرتبري، وهنا اللمبر ترانسفيرس بروسيسز اهي، وبعدين عندنا دي الايه الكوكزال تيوبر، ودي البوينت اوف هيب جوينت، بوينت اوف هيب جوينت، ودي الاسكيال تيوبر، الاسكيال تيوبر. وبعدين هي دي ده مكان السايفل جوينت او الباتيلا. ماشي، وطبعا هنا ده اللي هو الايه الكالكينيال تيوبر، الكالكينيال تيوبر اللي في الايه اللي في الترسال جوينت. هنا طبعا الخط البني ده اهو، ده اللي هو الديافراجم او الحجاب الحاجز اهو، وهنا اللي بالاحمر ده اللي واخد رمز ال، ده الليفر. الليفر طبعا كومبليتلي تو ذا رايت اوف ذا ميديان بلين، علشان الرومن هي اللي عملت بوشنج كده. اللي بالاخضر ده اللي مكتوب عليه او، ده اللي هو الاوميزم. معروف طبعا الاوميزم في الاوكس بتقع ما بين السكسس والايه والإليفنس ريب، من السادس لل11، من السادس ريب الى ال11 ريب، ده موضعها اهي، وهي في ذرات اوف ذا ميديم بلين وفي الميدل سيرد اوف ابدومينال كافيتي. اللي بالار ده ارض ولونه اصفر، ده اللي هي الريتيكولم او الشبكيه، الشبكيه دي موجوده ذا موست كرينيال chamber of ruminant stomach، وبعدين بتبقى another side of the medium بلين mainly on the left، ولكن ده البوزيشن بتاعها في المنطقه دي. اللي بالاورنج ده اللي هو الابوميزم، الابوميزم هو متعدي الكوستال ارش، الكوستال ارش اللي هو الابيض اهو، بادئ من اللاست ريب اللي هو 13 ومستمر الايه الكوستال ارش كده. فالابوميزم فنترال كمان للايه للكوستال ارش، لونها اورنج، شكلها بايريفورم ان شيب او كوموسريه الشكل. بتنتهي الابوميزم بالبايلورس، وادي الديودرم، بدايه الديودرم اهي، الديودرم اهي دخلت على الفيسرال سيرفيس اوف ليفر وخرجت تاني، ده اللي هو الكريال بارت اوف ديودرم، عملت لوب كده، وبعدين بيستمر ديسندنج ديودرم، واخد دي ديسندنج ديودرم، وبعدين تعمل كودال ديودرم فليكشر اهو مش واخد رمز، وبعدين يطلع اسندنج ديودرم او الايه الاثني عشر الصاعد اللي هو هيبقى تزاليفت اوف ذا ميديان بلين.
هنا برضو انا شايف بعد الاسندنج ديجرام كده، بس وقعت منه اتزلفت فانا مش راسمه كامل، فهيحصل بقى الونجيشن في الميزو ديجرام وبعدين يعمل الجيجرام. الجيجرام او الصائم هتبقى الميزو جيجرام بتاعته بتبقى طويله جدا واصل للفلور بتاع الابدومينال كافيتي، عامل عروات كثيره موجوده على البريفري بتاع اللارج انتست. اللارج انتستن هنا بتتمثل في السيكم، اهو بلايند اهو السيكم الاعور اهو، امال ايه اللي داخل ده؟ الاليوم، الاليوم اهو مش محطوط عليه رمز طبعا، جزء صغير اهو. وبعدين ده اللي هو الاسندنج كولوم، اي سي اسندنج كولوم، عامل طبعا ثلاثه لوبز باين منهم، اول لوب اللي هي الايه؟ البروكسيمال لوب، وجزء من السبايرال لوب اللي هي عامله الانسسبيرالس كولاي او السبايرال لوب اوف اسندنج كولوم. برضه في الفرايت سيرفيس الجول بلادر، الجول بلادر اكسيد ذا فينترال بوردر اوف ليفر، او بتتخطى او بتعدى الحافه البطنيه للكبد، متلونه باللون البترولي، هي موجوده في مثلث بين الابوميزم اللي هي بالاورنج والديودرام بالاورنج برضه، والجيجرام واخد لون مقارب ليها، دي اللي هي الجول بلادر مكتوب عليها جي بي برضه كاختصار ليها. دي الحاجات اللي قدرنا نظهرها في الرايت سايد. لو اتنقلنا للف احنا الاسكابولا اهي، والاسكابولا طبعا فيها السباينال سكابولا، ودي بتقسم اللاترال سيرفيس الى سوبرا سباينس فوسا الى انفرا سباينس فوسا نزله واحد الى ثلاثه. دي كده. بعد كده شايف انا السباينس بروسيس بتاع السوراسيك فيرتبري، دايركت كودو دورزاي عددهم 13 هم كل دي. وبعدين عندي الريبس طبعا، اللاست ريب اللي هو 13 ال 12 ال 11 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني الاول. طبعا دول بيبقوا ايه؟ متغطين بالاسكابولا وبالمسلز بتاعه الالبو. يعني هنا المنطقه دي اللي ماليها طبعا اللي هي الترايسبس براكياي ماسل وعضلات اخرى. هنا انا شايف طبعا كده الايه؟ السبلين اهو، السبلين موجود في الانترا سوراسيك برضه وابدومينال كافيتي، بيبتدي من مستوى الضلع ال 13 لحد مستوى الضلع السابع. بعد كده شايف الرومن اللي بالاخضر، كل دي اللي هي الرومن. الرومن طبعا فيها دورزال ساك اللي فوق وفنترال ساك اللي تحت، يبقى ده دورزال ساك كله، كل ده دورزال ساك اوف رومن، وده كله ايه؟ فنترال ساك. لوجيك ان الانجستا طبعا هتبقى ايه؟ موجوده في الاسفل، السوائل والاعشاب وكده جراسس، انما الجازس هتبقى معظمها في الدورزال ساك. عندي في جزء اللي هو بالاصفر ده مكتوب عليه ار، ده اللي هو الريتيكولم. فالريتيكولم دي طبعا اللي هي الايه؟ الشبكيه، ذا موست كرينيال تشامبر اوف روميننت ستومك، بتقع ما بين السادس للرب الى الثامن للرب، السادس للثامن، ادي السادس السابع الثامن، اهي دي اللي هي الايه؟ دي اللي هي الريتيكولم. طبعا الريتيكولم دي المكان وحاجه لها كلينيكال امبورتانس، اللي هي عشان في جوه فيها هاني كامب ابيرنس، في ريتيكولار فولدز متقطع وتعمل عيون رباعيه وخماسيه واسداسيه. والحيوان ده هو بياكل بيه الطنج، يعني الطنج ده برهنسال اورجان او عضو تناول، ممكن ياكل سلك او مسمار في الاكل بتاعه وبيبلع على طول. وبعدين يجي مع انقباض الشبكيه بتحش المسمار ده في الهاني كامب او في الريتيكولار سيلز دي. وبعدين بعد كده بيحصل ايه؟ تروماتيك ريتيكولايتس او التهاب الشبكيه الوخزي. وبعدين كمني طبعا الدافراجم في الحته دي يا جماعه، الدافراجم هنا قدام، هي دي موست كرانيال وجنب الدافراجم على طول. بعدها يحصل ايه؟ يحصل بنتريشن للدافراجم بالشارب اوبجكت اللي هو كان واير او نيل، وبعدين يطلع يلاقي قدامه ايه؟ في السوراكس يلاقي البريكارديوم، يعمل تروماتيك بريكاردايتس. لو انت لو هو لسه انت بالمايند ديتكتور اكتشفته، المايند ديتكتور بيصفر على المعادن اكتشفته، او قدرت تشخص بالجوجلر بالسيشن وكده، او بالبين او الاندايجيشن اللي ما بيتعالجش والكلام من ده، تقدر تفتح تعمل رومولوتومي اهو من الايه دي الفلانك ريجون، اهي الفلانك ريجون، او اللي هي بيسموها برا لمبر فوسا، برا لمبر فوسا اللي هي محدده بالتبت بتاع اللمبر ترانسفيرس بروسيسز و دورزالي، انما كرينيالي بي اللاست ريب وكودو فينترالي بي الدورزال بوردر بتاع الانترنال اوبليك ابدومينال ماسل. بفتح منها ان هو بقى فتحت في الدورزال ساك اوف رومو، وبدخل ايدي من هنا كده اوصل للريتيكولم وامشي على النول بتاعها وادور على المسمار واطلعه. ماشي. ده لو ما كانش اخترق الايه؟ الحجام الحاجز ووصل للبريكارد. ده بالنسبه لعمليه الايه؟ عمليه الرومونوتومي. هنا انا شايف ده مكتوب هنا كده ايه؟ ار دي اس يعني رومن دورزال ساك، وهنا ار في اس رومن فنترال ساك. هو اكثر دقه ده كان ايه؟ كودو فنترال بلاند ساك.
ده كود الدورزال بلانساك سي دي بي اس، كود الدورزال بلانساك اللي قسم الكود الاكستريمتي بتاع الرومن اللي كده الكود الترانسفيرس كروف. ادي الكود الترانسفيرس كروف قسم الكود الاكستريمتي الى كود الدورزال بلايند ساك وكود الفنترال بلايند ساك. ولكن للتبسيط احنا كتبنا رومن ايه فنترال ساك وده رومن ايه دورزال ساك على اساس بتاع الكلينيك ما يهموش الجزئيه البلايند ساك قوي، يهمنا يعرف حدود الرومن فين. طبعا المنطقه ده ايه الليفت فلانك ليجن دي او الليفت برا لمبر فصة دي ممكن تبقى دياجنوستيك لو في تيمباني نتيجه ان الحيوان اكل جراسز عليها ميه او ندى او كده، يحصل انتفاخ وتبقى ايه بتبقى بتطبل او بتخبط كده ماشي. لو في امباكشن لانه اكل جرينز كتيره وكده او خبز او كده، تبص تلاقي في امباكشن وتلاقيها دوي يعني متكه كده، تبص تلاقي ما ترجعش وبتبقى ايه طبعا مع اعراض الايه الاندايجيشن والامباكشن اللي ممكن تعمل اسيدوس ممكن تموت الايه تموت الحيوان. يبقى ممكن نعمل رومونوتومي عشان لو في نيل، ممكن نعمل رومونوتومي برضو لو في امباكشن ما بتتعالجش. نقوم نفتح كده. طبعا واضح هنا طبعا البوني برومنس هنا ده الكوكزال تيوبر اهي، الكوكزال تيوبر دي البوينت اوف هيب جوينت اللي فيها بيتنفصل الهيد اوف فيبر مع الايه مع البلفيك بون، وبعدين ده الفيمر اهو الدايركشن بتاعه كرينيو فنترال، وبعدين دي الستايفل جوينت، وبعدين دي اللي هي التيبيا اهي التيبيا، وبعدين ده اللي هو الثارسال جوينت، وده الكالكيميا تيوبر العظمه البارزه اللي بيمسك فيها الاكيلس دي اللي بيعلقوا منها الذبيحه، الذبيحه هتلاقيها متعلقه من ايه من هنا من المنطقه دي. بعد كده عندي دي منطقه الايه الميتا ترسل هي لارج ميتا ترسل بون، وبعدين الايه الفالنجيز بتاعت الديجيت بروكسيمال والميدل والايه والديستال، طبعا ده فيه اثنين ديجيت رابر هورس بيبقى فيه واحد، دي طبعا اللي هي الديو كلوز او اطراف الندى اللي هي طبعا ما بتتمصلش مع الايه مع السكيل. ده معظم الحاجات اللي احنا ايه حاولنا نوضحها. طبعا واضح برضو في الفور ليم هنا الشولدر بليد او السكابيولا هي، وبعدين دي الهيومراس في منطقه الارم اهي دايركتد كودو فنترالي، وبعدين دي الاولوكرانون اهي الاولوكرانون بيبقى فيها حاله اللي هي الكبد الكبد البو كبد البو بيبقى فيه سيست وممتلئه وممكن يحصل لها فايبروزس وتدخل جراحي ليها. وبعدين هنا دي منطقه الايه منطقه الفور ارم فيها الريدس والارنا، وبعدين منطقه الكاربس فيها حوالي 6 الى 7 كاربال بونز، وبعدين دي منطقه الايه الميتا كاربال بونز، وبعدين دي الديجيت بروكسيمال وميدل وديستال فالانج. طبعا في دي الحاجات بقى طبعا لما انت تيجي البوني برومس دي جود جايد ليك، لان قدام الاسكابولا مثلا بيقول ايه في ليفروت اسمها بريسكابولار ليفروت بريسكابولا، كنا زمان بنقولوا عليها في التشريح سوبرفيشال سيرفايكال سوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود، انما في الكلينيك بيستخدموا الاسم القديم بريسكابولا عشان هي قدام الاسكابولا، انما هنا في سب ايليك ليمف نود. سب ايليك ليمف نود دي اللي هي طبعا الاسم اللي بيستخدموه في الكلينيكال سبجكتس بيقولوا عليها البري فيمورال ليمف نود بري فيمورال ليمف نود. طبعا انت كراجل دايناتولوجيست بتعمل ايه؟ بتعمل تدخل مع الحيوان عشان تعالج الانفرتيليتي وعشان الولاده، فيهمك البوني بلفس واهميته في حالات الديستوكيا وكده، فانت طبعا ايه لازم تبقى عارف. ادي الحوض اهو عندي دي الاسكيال تيوبر الاسكيال تيوب الاسكيال ارش اللي ما بينهم ماشي الاسكيال ارش اللي ما بينهم، وبعدين البوني بلفس بتاعته بيبقى هو الساكرم دي اللي هي منطقه الساكرم هي اول اثنين فقرتين زليتين او الثلث كودا فيرتيبرا. هنا خلاص كده الجلوتيال ماسلز اهي الجلوتيال ماسلز دي موجوده فوق الايه البلبك ليجامنت، يعني حتى بيقول لك من ساينس اوف ابروتشنج بارتوريشن ريلاكسيشن اوف بلبك ليجامنت البلبك ليجامنت لما تحصل ريلاكسيشن تقوم تبص تلاقي الايه دي العضلات دي تغطس لتحت، ده من علامات الابروتشنج بارتوريشن. ورجعنا لكم مرة تانية ووعدينكم هنتكلم عن البحث العلمي. تعالوا بينا نشوف دكتور حاتم بهجات مجهز لنا ايه النهاردة يتكلم عنه. مجهز لنا بحث ايه يا دكتور؟ والله البحث اللي انا مجهزه هو مش جديد، يعني مش up to date، مش حاجة 2019، ولكن هو اول مرة يخرج للنور. انت عارفة الابحاث العلمية حاجة من اتنين، يا اما في المجلات العلمية يا اما بيتقدم بيها للترقية، انما ايه اللي بيتطبق منا ايه اللي بيخرج للنور؟ تسويق الابحاث ده لسه فيه مشكلة. بص يا دكتور انا عايز احكي لك مشهد بالمناسبة. يعني مش قادرة اقول لك انا حزنت قد ايه لما شفت المشهد ده. انا كنت في سور الازبكية، شفت رسائل دكتوراه وماجستير بتتباع في سور الازبكية ب 20 جنيه وب 80 جنيه وكده. يعني انا مش فاهمة، يعني
ازاي دي وصلت للسور الأزبكية؟ ازاي بتتباع؟ ازاي تعب ومجهود سنين وشهور بيترمي كده؟ لا يعني هو انا اقول لك يعني ممكن يكون كانوا في مكتبه استاذ، والاستاذ ده مثلا توفى وما كانش له حد ولا حاجه، فما فيش حد يقدر قيمه الحاجه دي، فواحد كان مثلا اشترى عفش البيت او كده، ما فيش حل تاني. طالما متجلد الجلده السمراء او البني خلاص، هو مكانه في حته من اتنين، يا في المكتبات. طب قول لي يعني دكتور قول لي ايه البحث اللي انت محضره لي النهارده، واتمنى ما اروحش اشتريه من سور الازبكيه. لا 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 لا، ازاي ده، انا شايله اهو، ده من 2001. أيوة. ده انا بعتز بيه. طب يعني بحث جديد يعني؟ لا 2001 ما يعتبرش جديد، بس هو فكرته جديده ومهم للناس بقى، بما اننا عاوزين ناكل الناس بروتين حيواني، عاوزين نطمنهم ونطمنهم على غش. احيانا حتى الاعلام بيعمل راو، بيعمل ضجه، بيزود العمليه، بيكبرها لما يكون الاعلامي ده غير متخصص. يعني انت مثلا لو انت لوحدك اللي بتقومي بالبرنامج ده، بما انك خريجه اعلام وكده، مش فيترينير، مش بيطري، ممكن ايه عاوزه تعملي ضجه صحفيه وكلام من ده وراو، تقومي ايه تاخدي الحاجه دي وتكبريها وفوكس عليها وكانها مصيبه. اما واحد مثلا زي ما يبقى في الموضوع، لا هيقدر، هيدي الحاجه حجمها الطبيعي. بص انا اقول لك حكايه البحث، وحكايه البحث دي يعني انا عايش البحث ده على مدى سنه، قعدت سنه يعني، في زوجتي شاركت فيه، والتلامذة بتوعي شاركوا فيه، الطلبة والعمال في الكلية شاركوا فيه. انت بتختار البحث ازاي؟ فكرة البحث بتختاره ازاي؟ فكرة البحث جات لي سنة 2000، رحت انشر بحث في مؤتمر في كلية الطب البيطري اسيوط. فلما رحت اسيوط يعني اول يوم كان افتتاح، ابن اختي دكتور خالد فوزي كان في صيدلة اسيوط، فعزمته بقى نتغدى بره، فروحنا ناكل كباب، فطلبنا ريش كباب، فجت الريش انا فوجئت الضلوع. طبعا الريش حتت صغيره، الضلع متقطع 4 حتت تقريبا يعني كده، فلقيت ايه في ضلوع مبططه فلاتن او كده، مبططه زي الايه، زي المسطره كده يعني، مجازا يعني، زي ضلوع الايه الاغنام، وضلوع مدوره زي بتاع الكلب. ايه ده، الراجل ده غشش دبتي ولا ايه؟ المهم ما رضيتش اكل، قول ستوب ما تاكلش. دفعت الحساب، قلت له، وريته البطاقه، كانت زمان بقى البطاقه القديمه بتاعت زمان، الورقه اللي كانت صفحتين دي. يعني فكره البحث بتيجي بالصدفه يعني، اللي هو يعني في حاجه اسمها بيقول لك مصادر المشكله البحثيه، المشكله البحثيه بتجي لك منين؟ زي نيوتن كده لما وقعت عليه التفاحه تبدا تفكر. التناقض بين حاجات اللي معروف في المجال وحاجه حصلت ملاحظه، نكتة ملاحظة أو نهاية الأبحاث ونهاية الرسائل، بيقول لك البحث عمل ده كده وما قدرش دي، والنقطة دي عاوز حد تاني يكملها خلاص. فالتوصيات اللي في النهاية، مش التوصيات بقى في الاستنتاج أو في النهاية كده، إن النقطة دي عاوزة مور ريسيرش أو يعني مور ريسيرش أو فوكس، حد تاني يشتغل يكمل، العلم متصل ماشي، ما حدش عمل حاجة لوحده. فالمهم ايه، المهم قلت مش هاكل، ودفعنا الفلوس ووريته البطاقه لطبيب. انت كنت قلقان يعني من ان اللحمه دي تكون طبعا حاجه ده بدرسها، ده انا عارفها، ضلوع الكلب مدوره كده زي صبع كده، ولو خدت فيها كروس سيكشن هيبقى مدور خلاص. طب انا هاكل الكلاب ليه؟ ما ان شاء الله ما اكلت يعني، سوري يعني، احسن ما اكلش يعني. المهم دفعت ووريته، وسالت الراجل، قلت له هي دي لحمه ايه؟ قال لي ضاني. قلت له طب عندك مش مشوي؟ قال لي اه. جاب لي صينيه كده من الثلاجه وبعدين وراها لي. قلت له طب ممكن اخد كام عظمه كده؟ قال لي اه خد. يا دكتور كلنا ماشيين بلحوم الكلاب دلوقتي. لا 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 ما تدققش. ثواني، لا لا نصبر بس، احنا عايزين، طب تخيل الراجل ده طلع مظلوم في الاخر. والله. بعد البحث، مش بعد البحث، تاني يوم على طول. الاول قمت ايه واخد العظم ده ورايح تاني يوم كليه الطب البيطري اسيوط، وفيها متحف رهيب، الزملاء هناك متفانين في العمل قوي، ويمكن السكن بتاعهم جوه الكليه، وبيحب الشغل قوي الجماعه دول يعني، اساتذتنا يعني. المرحوم الدكتور حلمي بدوي الله يرحمه كان سفير مصر في المانيا من 78 ل 82، ده علمني حاجات كثيره جدا، وكان بيحبنا الله يرحمه، والاساتذه كلهم في اسيوط، وعبد الله حفني. شوفي بقى هقول لك حاجه،
انا رحت فلقيت ايه، لقيت ايه بقى، بص بقى المشكله، قارنت الضلوع ده هي المدوره ده هي اللي انا شاكك فيها بكل ضلوع الاغنام ال 13، مش ولا واحد شكلهم. طب لو رحت هيكل ماعز، هيكل معيز طب معانا جوثام. مكالمه من المنوفيه، اهل المنوفيه منورنا. معانا مين من السلام المنوفيه؟ عليكم. ام خالد، السلام ازيك يا ام عليكم. خالد؟ عليكم الله السلام ورحمه يخليك، الله ازيك وبركاته. يا مدام، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن اكلم الدكتور حاتم؟ معاك الدكتور. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ الله يسلمك. منورنا. الله يخليك لنورك. ام خالد اللي معاه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا فندم. ام خالد قولي لي. اه. ام خالد سامعاني؟ الدكتور حاتم، اخت الدكتور حاتم. والله ما دام زيك. ازيك يا دكتور؟ ام حاتم. انت بتسلق انت. ام خالد. ام خالد. ما هي بقى ده اللي كان ابنها ياكل معايا الكباب. ام خالد النهارده هنتكلم عن الحمام، قولي لي مربيه حمام، هتستفادي معانا النهارده؟ لا والله من الشاري مش من الرب. لا لا لا، عايزاكي بعد الحلقه بقى تجيبي حمام وتربي على طول. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء ان الله. شاء الله. شكرا يا ام منورنا خالد. يا دكتور، الله كده يا يخليك، رب دايما بالتقدم والترقي كده يا رب. الله يخليك يا رب. تسلمي، وان الله شاء الله يخليك. نكون عند حسن ظنكم ونقدم الله اللي ينفع يخليك، الناس، ربنا يوفقك يا رب. وربنا يرزقنا بعد الاخلاص في الدكتور القول خالد والعمل. اهو عايز يكلمك. في القول والعمل. بقى ده اللي كان معايا في الواقع نفسها بتاع البحث دي. ماشي ماشي، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازيك يا عامل ايه يا صاحبي؟ الحمد لله الحمد لله، فضل من الله ونعم. يا دكتور كلتوا الكباب اليوم ده ولا ما اكلتوش الكباب؟ لا خلاص، خوفنا منه الدكتور حاتم وما اكلناهوش. دفعنا الحساب وما اكلناهوش. ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله، ويزيدك من نعيمه ويزيدك في علمك ويبارك لك فيه يا رب ان شاء الله. شكرا شكرا، توفيق ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. كمل. فاخدت جيت قارنته بهيكل المعيز، فلقيت اول 11 ضلع، هم 13، اول 11 ضلع مبططين زي المسطره كده زي بتاع الاغنام، ورقم 12 و13 مدورين زي الكلب، يعني راجل مظلوم. حضرتك عشان دكتور انا بكلمك، بقى المشاهد يعمل ده ازاي؟ يعرف ده ازاي؟ المشاهد يعرف ده ازاي؟ احنا دلوقتي طالما في ده وده مبطط ومدور، ولو غش معلش لو يا دكتور بقاطعك، معانا عابدين من المنوفيه. يا عابدين ازيك؟ الله يسلمك. ازيك يا الله يسلمك، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، منور. الحمد لله، ممكن ربنا يكرمك حضرتك. ممكن اكلم الدكتور حسن؟ استاذنك بس وطي التلفزيون عشان تسمعني. لا ده انا كلمت الصوت خلاص. تمام، الله ينور. دكتور معاك. ازيك يا دكتور حاتم؟ الحمد لله الحمد لله، ازي حضرتك؟ حضرتك منورنا ومشرفنا في قناه الصحه والجمال. الله يخليك، الله يخليك، تسلم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. والله يا دكتور حاتم، بس انا عندي استفسار بس في موضوع الحمام. اتفضل. انا عندي الحمام ساعات كده مثلا كده، والله كنت اسالك السؤال ده النهارده طبعا حضرتك في الصبح، يبقى ايه؟ نسيت اساله لك. نسيت اسالك السؤال ده الصبح. الحمام دايما بيبيض على الارض، مش بيبيض في المكان بتاعه. يعني عندنا مكان خاص كده بيبيض فيه، بس بيبيض على الارض، وطبعا تعرف على الارض بقى بيبوظ ويكسر بسرعه. تمام. طيب عايزين نعالج المشكله دي. تمام، ان شاء الله احنا هنتكلم في الـ في الـ في الحلقه عن حاجات كثيره قوي، ان الحمام يطير وما يرجعش، ان الحمام يبيض والبيض يفقد، كل حاجه عايز تعرفها عن الحمام، ان البيض يفقس والزغاليل دي ممكن فران تاكلها، كل ده هنتكلم عليه علشان تسيف ماني، عشان نحافظ على فلوسنا ونساعد الناس. بعد الفاصل، بعد الفاصل هنتكلم عن الحمام. بعد الفاصل معانا مين؟ معانا مين؟ مكملناش الكباب. معانا فرحات. يا فرحات ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل معاك الدكتور. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك الدكتور. منور يا دكتور. الله يخليك، الله يخليك، ازيك يا فرحات؟ منور الشاشه يا باشا، الله يخليك. تسلم فرحات. انا عايز لك الريبس بتاع البحث ده لغايه دلوقتي عندي. الايه؟ عين الربس لغايه دلوقتي اللي الضلوع. حضرتك جبته من اسيوط. فرحات بقى، فرحات العامل الفني اللي عندنا في المشرحه في الكليه، واللي هو شايل الكليه فوق، شايل المشرحه فوق كتافه، واللي هو بيساعدنا في كل ابحاثنا، من غيره هو يطلع معاش بعد سنتين مش عارف هنعمل ايه. مقاتل، راجل بيحب العلم قوي، ونتاخر يتاخر معانا. الطلبه عاوزين يراجعوا يوم الجمعه، هيجي لهم يوم الجمعه ان شاء الله، والله عشان عندهم امتحان السبت، فربنا يجعله في ميزان حسناته. ناخد الباشمهندس محمد من المنوفيه. باشمهندس،
باشمهندس محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ أيوة أيوة باشمهندس، الحمد لله. حضرتك في المنوفية ولا في اسكندرية؟ وطي صوت التلفزيون يا باشمهندس بعد إذنك عشان تسمعنا. الله يخليك يا باشمهندس. أيوة وطي صوت التلفزيون عشان تسمعني. عينيا الاثنين لك كويس كده؟ تسلم عليك. تمام كويس كده؟ تمام تمام. مساء الخير يا دكتور حاتم. اهلا مساء الفل. ازيك يا باشمهندس؟ منور الشاشه ومنور اسكندريه ومنور المنوفيه وجمهوريه مصر العربيه. الله يخليك الله يخليك. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله فضل من الله ونعم. انا مش عارف، انا قاعد برغم ان انا طولي متر و70 بقى طول 2 متر ونص. رقبتك بقى الزياده دي 30 سنتي في رقبه في رقبتي يا سيدي. ده فضل من ربنا ونعمه، وربنا يوفقنا اللي فيه خير البلاد والعباد ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل. ربنا يزيدك من علمه وايمانك ويجعلك يعني ذخرا لاهل المنوفيه وجمهوريه مصر العربيه. الله يخليك. تسلم. وبعدين خلي بالك بقى، هقول لك حاجه في الاخر. انا معزوم على اكله حمام عندك في المنتجع. من عينيا، تشرف وتنور. امتى؟ امتى؟ قول لي انت، تعالى دلوقتي حاجه. انا دلوقتي بيت خلاص، ممكن في اي ويك اند بقى نتفق ان شاء الله. انا مش بالنسبه لي غير القعده على الدكه هناك والشجر الليمون والجمال والحلو بتاعي ده ووشك السمح ده. عايز اكل حمام. خلاص من عينيا من عينيا. ماشي يا حبيبي، مش هجيب ولا اعز منك. ماشي يا باشمهندس. شكرا شكرا شكرا. هنتكلم عن الحمام هنتكلم عن الحمام باستفاضه، ولكن بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية. من المشروعات الإنتاجية المربحة تربية الحمام. قول لي بقى يا دكتور، إيه أنواع الحمام؟ أنواعه والله أقسامه. بص بقى، أنا أقول لك على حاجة. أنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أنا بخاف بس مبدئيا. ما تخافيش بس، يعني نخرج بس الحمام ده جايبينه النهاردة علشان نشوف الطائر. حضرتك يا دكتور من المنوفية، المنوفية أظن كلها بتربي حمام. ما انت شايفه بقى رمز المنوفيه. أيوة. وشايفه العساكر الانجليز لما كانوا في الشهداء بيصطادوا حمام وضربوا واحده. انت مربي حمام يا دكتور؟ انا مربي اجيال. طيب ويعني نربي اجيال ونربي حمام، نعمل الاثنين. انا عامل من بنها بقى. ماشي يا دكتور، مالكش دعوه بتوع بنها يا دكتور لو سمحت. كلمني على الحمام. ماشي، جامعه بنها، احنا الاثنين جامعه بنها، يعني يعتبر ده فضل جامعه بنها. الحمام هيطير طبعا. دلوقتي بالنسبه للحمام في نوعين. في حمام جبلي سبيب. خلاص ريلاكس، خليك معايا بقى، خليك معايا سبيب، مش مشكله يعني، وعامل جو بس. دلوقتي في حمام جبلي او بري غير مستأنس، طويل المنقار، صغير الحجم، ممكن يبقى ازرق غامق او ازرق فاتح، وده بيعيش في الجبل او في الايه، في الابراج وكلام من ده وكده. وفي حمام الداجن او المستأنس. ده حمام ايه يا دكتور؟ ده حمام بلدي. ماشي. والله جاري اداهم لي النهارده فرحان بالبرنامج، قال لي خد دول كلهم يا دكتور. قال له الاستاذ عمر حسن يعني. انواع. فالمهم انواع الحمام الداجن او المستانس، قلنا دوكا جبلي او بري. الداجن او المستانس ده في منه حمام الاكل وحمام الزينه وحمام الطيران وحمام الزاجل، وفي انواع كتيره قوي. شوف بقى، انا عاوز اقول لك حاجه. انا دلوقتي المعرفه نوعان، ان تعرف او ان تعرف كيف تعرف. اكيد. ماشي. فان تعرف انك تبقى عارف المعلومه وحافظ، او ان تعرف كيف تعرف تطلع، ودي اوسع. ماشي. زمان كانوا بيقولوا ايه، العلم في الراس ولا في الكراس؟ هو فين؟ في الراس وفي الكراس، في الاثنين. في الكراس. العلم في الكراس. ده حتى ربنا قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ده ربنا قال ايه، ده علمه بالقلم، نون والقلم وما يسرون. قول لي يا دكتور، ايه مميزات تربية الحمام؟ مميزات تربية الحمام طبعا سهولة انخفاض التكاليف وسهولة الاعباء، بياكل كميات قليلة، طعمه لذيذ، غني بالبروتين، وديع. فهماني؟ يعني ممكن اي حد يربيه. في قواعد يجب مراعاتها عند بناء برج الحمام يعني، او مسكن للحمام؟ القواعد طبعا ان هو تأمنه ان هو مثلا ما يروحش ويخرج. كان زمان كانوا يقول ايه، اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. طب واحنا دلوقتي هينفع نجيب الحمام ونسيبه يطير وما يرجعش؟ طيب نقول ايه، طب نعدل المثل ده، نعدل الامثال الجدود. اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويقصقصه،
طب ما الريش هيطول تاني خلاص. طب نقول ايه بقى الاحسن؟ واسف اذا كنت تغطيت حدودي وغيرت امثال جدودي. اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويقفصه. احنا في قفص دلوقتي بقت جميله جدا، شبكه سلك، شبك سلك وبيتعمل منه. انت خايفه؟ طب خلاص نشيله بقى. انا خايفه جدا يا دكتور. فالمهم انا احب اكل الحمام لكن ما اقدرش اربيه. لا فدلوقتي دلوقتي يا جماعه علشان تسيف ماني، عشان نحافظ على فلوسنا، عشان كاستثمار كاداره مشاريع، دي مهمه جدا. انا هدفع كام وهيجي لي كام؟ اكيد مش متعه بس وكده. بس هو مشروع مربح يعني؟ اكيد اكيد مشروع مربح، بس كل مشروع لازم يبقى له دراسه جدوى، لازم يبقى فيه تكاليف، لازم يبقى فيه اهداف، والاهداف دي لازم تبقى سمارت، لازم تبقى تايم ليميتد محدده بوقت يعني. لا معلش عفوا بقطعك، انا عايز اعرف لو انا كايه مثلا هربي جوز الحمام ده، عايز اعرف يبقى ليه مساحه قد ايه؟ هل في مساحات يعني لكل عدد من الحمام؟ يعني فوق النموذج اللي هو بيتسع ل 32 زوج حمام، بيبقى حوالي 5 متر في 2.5، ده اللي هو الايه الحظيره بتاعته، وفي يارد قدامه، وفي يارد قدامه بعرض 2.5 متر، وفي حته للخدمه، مكان للخدمه متر ونص. دلوقتي انا عاوز اقول حاجه، دلوقتي في ناس دلوقتي بتعمل فصل الحمام، فصل الحمام دي 4 ادوار ماشي. انا كنت هجيب واحد مع النهارده من المنتجع على زجد في عطله نهايه الاسبوع، وطبعا كان فاضي، بس لقيته كبير جدا مش هيجي في العربيه، لان طوله مترين و60 في 80 واربع ادوار، وبين كل دور ودور في انت معايا؟ تمام. ولا مع المخرج؟ انا مركزه مع الحمام، انا مركزه مع الحمام. هو الحمام فعلا يعني كحاجه وديعه وطائر جميل ومستأنس وبيعلمنا الغزل زي دكتور. انا يعني انا ازاي نهتم بالحمام؟ قول للناس ازاي نهتم بالحمام. دلوقتي انا دلوقتي اهتم بالحمام، انا دلوقتي انا كنت بس عايز اسالك، هي بيجي لها امراض زي مثلا الفراخ والمرض اللي جالها وكده، بيجي للحمام امراض؟ ايوه طبعا طبعا، له امراض وله تحصينات وله علاجات، بس خلينا نبقى منظمين شويه. منظمين يعني انا جاي النهارده اقول المساكن، هسكن الحمام ازاي واحافظ عليه وكده. تاني حاجه هتكلم الاسبوع الجاي عن التغذيه بتاع الحمام. تالت حاجه الاسبوع التالت او الاخير في الشهر هتكلم عن امراض الحمام وتحصيناتها، ونقدم بقى الايه الروشتة للناس اللي هتمشي عليها، وممكن نحط تليفونات للاستفسارات ويتصلوا بينا في اي وقت المربين وكده، بحيث نديهم مشروع متكامل بدراسه جدوى وكده. انما كحاجه في تلت حلقه ومع الهواء مفتوح مش هنقدر نوفيه حقه في كده. انا دلوقتي بجيب يعني شوف ايه الحمام، بحسسه ان هو حر وهو محبوس. يعني القفص ده بعلقه في شجره، معلقه في شجره في الجنينه بتاعتي، لان مفيش هيكل، لان الحمام خفيف. انا عارفك خايفه. انما هو 4 ادوار وجميل جدا ويسع كتير، غير الحاجات التقليديه القديمه اللي هي كانت موجوده. دلوقتي في ناس بتعمل ايه بقى؟ بص بقى، عشان ايه؟ تدوير المخلفات. تدوير المخلفات، الثلاجه من ورا فيها شبكه سلك كده عند بتاع عند خلف الفريزر وكلام من ده. بيجيبوا الشبك ده اهو، بيجيبوا الشبك ده اهو ويعملوا منه قفاص، وبيبيعوه مثلا دورين ده ب 100 جنيه 150 جنيه، جميل جدا، ولا فار يخش فيه ولا حاجه، فيه التهويه وفيه الامان وفيه انه مش هيطير وكده. طيب ولو حطيته في حته شجر وكلام من ده يبقى الحمام كانه عايش حر. طب يا دكتور قدامي دقيقتين، في الدقيقتين دول قول لي حاجه بقى عن الحمام. اقول لك عن الحمام يعني عن تربيه الحمام. عن تربيه الحمام زي ما قلنا كده، المسكن بتاعه هيبقى عندنا فاص، انا جاهز الصور بقى المره الجايه وكده. وبعدين هنتكلم برضو عن التغذيه بتاعته، ونتكلم عن شايفين الكورتشيب ده اللي هو الغزل، وان هو متعاطف مع بعضه، ده الزوج والزوجه، الاب والام، هما الاثنين بيرضعوا الصغار. في حاجه اسمها لبن الحمام او لبن العصفور، بيقول لك ده انت لو عاوز لبن عصفور اجيبه، دي عصاره من الحوصله بتاعته. لا يا دكتور اول مره اسمع عن لبن الحمام ده. ما هو لبن الحمام او لبن العصفور، هما الاثنين الحوصله بتاعته الخلايا بتخرج وكده، وبتبقى غنيه جدا، وبياكلها لابنه، الاب والام بياكلوه، يعني الاب عنده لبن والام عندها لبن. الحمام بيتباع بكام دلوقتي يا دكتور؟ الجوز ده انا سالت واحده جارتي النهارده، فهو ده جاري الدولي دي، قال لي ده انا مبسوط من البرنامج قوي وخد ده كله.
عمر حسن ربنا يكرمه. فسالت واحده قلت لها ده يساوي كام؟ فقالت لي يعني 35 جنيه. ده 35 جنيه. لكن انا بقى لو ربيته هيكلفني كام؟ لو ربيته انت هتربي مثلا كام جوز؟ هنشوف عاوزه تبداي بكام الف جنيه؟ هنجهز لك المساكن، هنجهز لك الجواز، دي هتبقى اكبر من ده طبعا. الانواع اللي انت عاوزاها. شكرا يا دكتور. عاوزه شقلباز، عاوزه هزاز، عاوزه نفاخ، عاوزه بلدي. شكرا يا دكتور، شكرا. ونكمل المره الجايه، نكمل يوم الاربعاء الجاي على قناه الصحه والجمال الساعه 9 مساء. انا ايه الجيار ودكتور حاتم بهجات. شكرا.